أنا مش عارفة بيحصل فيا كده ليه؟ الدنيا عمالة تشيل فيا وترزع فيا وتحط عليا، وأنا والله العظيم أتفهم من كل ده. طب أنا راضية سميتك، أنا كملي كملي بفلوس جلال ولا الجوازة اللي أنا صحيت من النوم لقيت نفسي متدبسة فيها؟ وليه الطريق يعمل فيا كده؟ يعمل فيا كده ليه؟ كسر قلبي ولا ما كسروش؟ انا حتى ابويا مش عايز يعترف بيا، وشايف ان انا ما استاهلش وان انا اقل من اخواتي. يعني انا تعبانه، والله العظيم انا تعبانه قوي، ما حدش عايز يحس بيا، ما حدش عايز يحس بيا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، بجد ما تقوليش كده. انا اكتر واحده في الدنيا دي حاسه بيك، ده انتي بنتي وحبيبتي، ده انا اللي مربيكي. يا ريتك يا شيخ مربتيني، يا ريتك مربتيني. طلعت ايه؟ طلعت متخلفه عقليا وهبله وعبيطه وبرياله، والناس كلها بتقول ان انا عندي ربع ضارب، وفوق ده كله فاشله. انا فاشله، انا معترف. ده انا مفيش مشكله واحده بعرف احلها. يا اختي العاش ولا كان اللي يقول عليكي كده. انتي ده انتي قمر، ده انتي ست البنات، النبي ست البنات. يا اختي يا اختي تعالي حلو، تعالي يا اختي. يا اختي معاش ولا كان اللي استني ما ارد على التليفون. اوعي صدفه. في ايه يا صدفه؟ انت قافشه فيا كده ليه وثبتة؟ اوعي استني بشوف مين، مش يمكن شغل مصلحة عزومة يا شيخة. ما تسيبيني قاعد في حضنك، انتي مستكترة عليا حتى الحضن انتي كمان. ده ابوكي ده فؤاد. عايز ايه ده كمان؟ عايز إيه؟ مش انا لسه قايلة له ان خلاص مفيش قضايا ولا مشاكل؟ اهدي يا صدفة، مش هينفع تتكلمي معاه بالطريقة دي يا اختي، ده راجل شراني. لا شراني على لعلمك، انا بقيت خلاص لحد هنا، انا مش هسكت لحد تاني ابدا. ايوه يا بابا. كويس انك انت اللي رديتي عليا. وهو اصلا ما ينفعش لغايه دلوقتي ما يكونش معاه الرقم بتاعك. هو انت بتكلم مين؟ ها؟ بكلم بنتي. بنتك مين؟ بنتي صدفه. صدفه؟ انت اتجننت؟ انت اتهبلت في نفوخك ولا ايه؟ ده اقفل اقفل. مش قافل لما اخلص وحط لسانك جوه بقك احسن لك. لا يا صدفة، بص يا حبيبتي، أنا بصراحة وقفت مع نفسي وقفة طويلة أوي ورجعتها، ولقيت إن أنا كنت غلطان غلطة عمري علشان كنت بنكرك. يا نهار أسود. أنا قررت يا صدفة إن أنا أعترف بيكي قدام الدنيا كلها. قسما بالله ده يكون آخر يوم في عمرك يا فؤاد. يا بابا أنا مش عايز أعمل لك مشكلة. لا ده لو هيعمل لك مشكلة مع مراتك مش مهم، خلاص أنا كفاية عليا بس إن أنت تعترف بيا وتسيبني أقول لك يا بابا. هتقوليها يا حبيبتي، هتقوليها من هنا رايحة على طول، وهتقوليها في عيد التخين. بس انا يا بنتي علشان بس يطمئن قلبي هنعمل الدي ان ايه. ماشي يلا هبقى اكلمك في وقت تاني. يلا سلام يا حبيبي، في امان الله. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.